بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة اليوم الأربعاء 10 مارس 2021. النهاردة بنسلب حلابة فردي ألماني تجميع تركي مؤسسة المهندس وليد المصري. معانا الحاج، نتعرف عليك يا باشا. انا ابراهيم البعار. اهلا يا عم ابراهيم، اتصلت علينا على الحلابه امتى؟ امبارح بالليل. وصلت لك النهارده؟ وجربناها، فيها اي حاجه؟ فيها اي ملحوظات؟ احنا فين يا عم ابراهيم؟ احنا في السعوديه طبعا، ابو سلطان، مركز فايد. مركز فايد، محافظه الاسماعيليه. ماشي، ربنا ينفعك بيها يا عم سلطان. شكرا. شكرا. بس يا باشا.